فاجوا هدول الرهبان، فالنبي قرأ عليهم سورة ياسين، لأن سورة ياسين فيها قصة نصرانية. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية هي أنطاكية، إذ جاءها المرسلون، المرسلون رسل سيدنا عيسى، تلاميذ اللي بعتهم لينشروا دعوة الإيمان ودعوة الوحي. إذ أرسلنا إليهم اثنين، أرسلنا إليهم بواسطة مين؟ سيدنا عيسى. فكذبوهما فعززنا بثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إلى آخر الآيات. هي قصة نصرانية إنجيلية. فالقرآن ما قال مصدقا لما بين يديه، مصدق التوراة والإنجيل. قصة والسماء ذات البروج، النار ذات الوقود إذ هم عليها، هي قصة نصرانية. اليهود حرقوا النصارى بالأخدود. المحروقين مين كانوا؟ نصارى. والحارقين مين كانوا؟ يهود. فالقرآن عم ينتصر لمين؟ للمظلومين على الظالمين، للمسيحيين على اليهودية. فلو الكنيسة منصفة كانت طبعت القرآن مع الإنجيل، ما التوراة مع الإنجيل، لأن اليهود كافرين بسيدنا عيسى وبإنجيله، حطوا توراة اليهود مع الإنجيل. أما القرآن والنبي آمن بسيدنا المسيح وبإنجيله السماوي. في الوقت اللي هو القرآن الإنجيل سيرة ووصايا سيدنا عيسى، هي موجودة في القرآن، والتوراة سيرة سيدنا موسى. فالقرآن ما جعل كتاب منفصل عن الكتاب، جمع ثلاثة وخلطهم ببعضهم البعض وجعلهم كتابا واحدا، إشارة إلى وحدة الأديان. كما أن سيدنا عيسى يقول ما جئت لأنقض ناموس الأنبياء وشرائعهم، هذا نص الإنجيل، ولكن جئت لأكمل. النبي ماذا يقول؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، معلما لأتمم. مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قوم بنوا دارا إلا موضع لبنة، فأنا كنت موضع تلك اللبنة،